بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات جونيور 4، النهاردة هنكمل مع بعض يونت 1 كونسبت 2 ليسون 2. ده الدرس التاني، وهو بعنوان سوبر سنسوري اورجان. تاني، سوبر سنسوري اورجان يعني الأعضاء اللي بتكون فيها السنس، حاجة سوبر، حاجة مميزة جدا، حاجة قوية جدا. طب تعالي ميس كده، النهاردة هنتكلم عن مين في الليسون ده؟ ده ليسون شيق جدا. بص كده، هنتكلم عن حاجات لذيذة قوي. بص كده، شايف دي؟ قول البومة، شايفة؟ واضحة؟ وهنتكلم عن السنيك، الثعبان، وكمان عن البات، هي برضو هي هي. وكمان هنتكلم على النيرفس سيستم، الجهاز العصبي بتاع الانسان، بالترتيب بقى كده. يلا واحده واحده مع بعض. بيقولي في الاول كده يا ميس، احنا عايزين نتكلم عن جروب اوف انيمال، مجموعه من الانيمال. انا عايزه الكتابه واضحه بس. ا جروب اوف انيمال، بيكلمني عن مجموعه من الانيمال. ا جروب اوف انيمال، يلا يا ميس كملي. مجموعه من ديفرنت انيمال، خليها مجموعه مختلفه من الحيوانات. different animal، مجموعة من الحيوانات المختلفة. that، مالها ميس؟ look for، بتدور. look for بتدور their prey، الفريسة بتاعتها. يبقى بتدور على الفريسة. ماشي يا ميس، ايه المعجزة في كده؟ بص بص بص، at night، بتدور على الفريسة بتاعتها امتى؟ بالليل. احنا اصلا مش بنشوف بالنهار يا ميس، هي سبحان الله ربنا خلقها بتقدر تشوف بالليل كويس جدا، تمام. طب لو حتى مش بتشوف، بيبقى عندها قدرات عالية على الاحساس في الليل، في وجود الليل يعني at night، تمام، من غير الضوء. تاني، يبقى group of different animal، مجموعة مختلفة من الحيوانات، يعني الحيوانات دي مختلفة مش شبه بعضها خالص، ماشي، بس هي بتتشابه في ان هي look for their prey at night، ان هي بتدور على الفريسة بتاعتها بالليل. اسمها ايه يا ميس؟ خلي بالك من الاسم كده، الاسم طبعا مكتوب بحروف كتير لكن نطقه ليه شكل تاني. بص كده، انطق معايا بقى، nocturnal nocturnal nocturnal. تاني، nocturnal nocturnal animal يعني حيوانات ليلية. تاني، nocturnal animal nocturnal animal، تمام، ملناش دعوه بالحروف الزياده اللي موجوده، مش مشكله. يبقى دي حيوانات ليليه، حيوانات ليليه يعني بتمشي بالليل. الاكتيف بتاعتها more than active during night، يعني بتكون نشيطه اكتر فين؟ في النايت. تاني، nocturnal animal. صعبه كده؟ لا. طب تعالي كده يا ميس بالراحه، واحده واحده. خلاص كده اتفهمت؟ نتكلم عن مين منهم اهي، هيجي لي في الامتحان يقول لي بيرد، بيوصف لي بقى ويكلمني عن حاجات منهم. أبيرد، طائر. أبيرد ماله ميس؟ كان، يقدر. تيرن، يلف. ايه بقى؟ اتس هيد، يقدر يلف مين؟ الهيد بتاعته. يبقى بيرد، طائر. كان تيرن، يلف. اتس هيد، باكورد، يقدر يلف دماغه ها في كل كده من الاتجاهات يعني، backward لورا. ايه كمان يا ميس؟ يا ميس كمان عنده has pool face shaped، او pool shaped face يعني وش عامل شبه الطبق كده، shaped face. ايه ده ميس، بتكلميني عن مين؟ ولارج ايز، لارج ايز. لا تعالي بقى، لازم نشوف صورتها دي ايه، لازم نشوف الصوره ونفهم اللي مكتوب فيها اهي يا ميس. بص كده، كان ده بيرد اهو، طائر، واضحه. تيرن، تقدر تلف. تلف مين؟ الهيد بتاعتها، باكورد الورا يعني في كل الاتجاهات، تمام. وعندها لارج ايرز، ايز يعني عندها عين واسعه قوي، وشها مبطط كده شبه الطبق، اسمه ايه؟ بول شيبد فيس، تمام. بول دي اللي هي دي اللي هي شبه السلطانيه يعني، بول شيبد فيس، تمام. يبقى احنا كده بنتكلم عن مين؟ عن الاول البوما، ودي طبعا من الناتشرال انيمال اللي هي الكائن الليلي اللي يقدر يصطاد بالليل. صعبه كده ولاد؟ يبقى دي البومه. خلاص، ها في حاجه صعبه فيها؟ طيب ممكن نسال سؤالين كده عليها. طيب ميس، الاول اللي هي البومه دي، اول هاز، عندها ها دوتس اند دوتس، معتمده على حاجتين، ايه هما؟
فعلا معتمدة على الهيرينج، بتسمع كويس جدا ومعتمدة على السايت وبتشوف كويس جدا. يبقى depend on hearing and sight. صعبة؟ تمام. طيب ممكن كمان الأول تعمل ايه تاني يا ميس؟ rotate، تلف. تلف ايه؟ head. its head in all direction، في كل الايه؟ الاتجاهات. in all direction. حلوة قوي. ليه ميس؟ to search، عشان تدور. search pray for pray، بتدور على مين؟ على البراي بتاعتها، الفريسة بتاعتها. تمام. طيب ميس عندها ايه؟ big eyes، عندها عين كبيرة جدا، هي معتمدة عليها في الرؤية. وعندها ايه تاني؟ بص بص، pool shaped face، وش مبطط شبه الطبق، shaped face. تمام ميس، كل اللي بتقولي عنه ده structure adaptation ولا behavior adaptation؟ لا يا ميس، كل ده structure adaptation، انما ان هي hunted during night ده behavior adaptation، ده سلوك هي بتتصرفه، هي بتحبش تصطاد غير بالليل كده. اتفقنا؟ تمام. يبقى احنا كده خلصنا مين؟ الاول. تمام نكمل يا ميس. اهي واضحه كده ولاد ولا ايه؟ بتهيألي ان الكلام فيها سهل واتكلمنا فيه قبل كده. طيب نكمل يا ميس. مين تاني يا حبيبتي؟ بات. يبقى احنا كده بنتكلم عن مين؟ ها؟ ناتشورال انيمال. ناتشورال انيمال، الكائنات الليليه او الحيوانات الليليه. بات تاني، ناتشورال انيمال يعني الكائنات اللي بتعمل ايه؟ هانت ديورينج نايت، بتصطاد بالليل. طب ميس بالبات ما بيشوفش؟ طبعا بات كانت سي، ما بيشوفش ات نايت. حلو قوي. امال بيعمل ايه ميس؟ اليوز، بيستخدم بروبرتي، خاصيه. يا ترى مين فاكر بروبرتي اوف ايه؟ ها شباب، ها مين يفتكر؟ البيت ليه خاصيه معينه يقدر يصطاد بيها، هي مين؟ اكسلنت، ايكولوكيشن. تاني اسمها ايه؟ ايكولوكيشن، بيبدا يعمل ساوند ويف، صح، تخبط في الانسكت، ترجع تاني تقول له ها في انسكت هنا، بيبقى ايه بالنسبه له؟ الفريسه بتاعته. تمام كده. باي ساوند ويف، باي ساوند ايه؟ ويف. يبقى دي ايكولوكيشن، عن طريق الساوند ويف. ساوند ويف. تمام. لايك مين؟ اكسلنت، لايك الدولفين، شبه الدولفين. تمام. اوكي يا ميس. البيت بقى ما عندوش شويد عينين، يا سوري كانت سي، يعني مش بيقدر يشوف ات نايت، لكن هو بيستخدم الايكوليكيشن، طريقه الايه اللي صدى الصوت. لكن البات عنده ايه بقى؟ بيشغلها كويس، شارب. واول ما قلت شارب راحوا كل الولاد قالوا لي شارب تيس، ان شاء الله ياكل بيها ايه. لا، شارب، ها، شارب هيرينج، يعني سمع حد جدا، بيسمع كويس جدا. شارب هيرينج، شارب ايه؟ هيرينج. اوكي كده يا ولاد، ها. طيب قال لي ميس، طيب ممكن يجي سؤال على البات؟ طبعا. بص بقى السؤال الجميل العظيم بتاع البات، يقول لي ايه؟ انا كاتباه هنا، ثواني كده بقى عشان ده سؤال مهم. طيب لا ده مهم لازم اقوله، راح فين؟ اهو، فلاينج مامل. الله، يعني من الثدييات اللي بتطير. فلاينج مامل، which locate، بتقدر تحدد its prey، الفريسة بتاعتها. by، ها، by sound reflected from them، من الساوند ريفلكت، الصوت اللي بينعكس منها للتاني. تمام. يبقى locate its prey by، ها، sound، الصوت، reflect، انعكس، reflected from them، يعني راح لها ساوند ويف وانعكس منها. from it، يبقى دي مين يا ميس؟ طب من غير ما اكمل، فلاينج مامل في اول درس خالص في الادابتيشن قلت لك لازم تعرف ان في مامالز وفي امفيبيانز وفي ده وفي ده، يبقى فلاينج مامالز، يبقى ده مين؟ بات. اكسلنت. تمام كده. طيب نيجي بقى لعمه الكبير بتاعهم، مين يا ترى؟ هقول لك دلوقتي. بص الصورة الجميلة دي بتكلمني عن مين؟ اهي احنا خلاص خدنا الاول وخدنا البات. اوكي اهو
مين الجميل الجميل الحلو ده اللي محدش هنا بيقدر يتحمله طبعا ولا يشوفه؟ شايفينه يا شباب؟ سنيك الثعبان. تمام. طب هنشوف برضو برضو يا ميس، بص كده، سنيك الثعبان can't see at night. ميس هو في ايه ميس؟ can't see at night لما هم كلهم can't see at night، can't see at night هو والبيت، امال بيصطادوا بالليل ازاي؟ بحاجة ربنا خلقها لهم، تمام، حاجات معينة استراكشر في جسمه، يبقى طب امال طالع بالليل ليه؟ سبحان الله، هو ربنا خلقه كده، اسمه nocturnal animal، كائن ليلي بيحب يصطاد بالليل، ما بيشوفش بالليل، دي مش قصتنا بقى، can't see at night ما بيشوفش بالليل، امال بيعمل ايه ان شاء الله؟ بص بقى عمو سنيك ده التعبان بيعتمد على طريقة جميلة قوي. ازاي يا ميس؟ بيقول لي كان سنس، بيقدر يشعر ويحس the body heat، يعني حرارة الجسم اللي جنبه، تمام كده، of its prey، of its prey، بيحس بحرارة الجسم اللي جنبه at night، at night باستخدام ايه؟ by using، بيستخدم ايه بقى ميس؟ special، special part of its face، special part of its face يعني ايه ميس؟ يعني في وشه كده في حتة special part فيه، بتعمل ايه؟ بتحس بحرارة الفريسة اللي جنبه، يعني نفترض مثلا ان ده سنيك اهو، تمام؟ هو مش شايف بالليل، لكن في ارنوب قاعد في الحتة دي مستخبي، تمام؟ باينين كده الارنوب، الله على الرسم، دي ده ارنوب وده مين؟ سنيك، فده مش شايف ده، الارنوب مستخبي لانه عارف ان في ثعبان هنا، طب ال 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 مين ده؟ السنيك مش شايف، لكن بيحس بايه؟ بيحس بالسخونيه وبالجسم الدافي بتاع الرابت، ويبدا يعرف ان المكان اللي قريب منه ده فيه رابت، ويبدا يفترسه باي ايه؟ بالسنس، باحساس بادي هيت، حراره الجسم بالظبط، تمام؟ لان احنا ذوات الدم الحار، جسمنا في حرارة، تمام؟ يبدأ هو يشعر ان في حد جنبه، من الحاجات اللي تنفع تبقى بري، فريسة ليه، ويبدأ ينقض عليها. صعبة دي يا ولاد؟ نقولها تاني، يبقى السنيك can't see at night، ما يقدرش يشوف فين؟ في النايت. امال ايه؟ can sense the body heat، can sense the body heat، يبدأ يحس بحرارة الجسم بتاع مين؟ بتاع البري at night by using special part of its face، بحتة كده في وشه بيبدأ يستشعر بيها حرارة البري وبيبدأ ينقض عليها. واضحة كده ولاد؟ فيها حاجة مش مفهومة؟ تمام. طيب قلنا دول، كمان ممكن نقول ايه تاني؟ ماشي اكتبها برضو، ايه ماشي اكتبها لك على هيئة complete اهي عشان نبقى فهمناها كلها complete. بص كده يا ميس، بيقول لي سنيك الثعبان بيعمل ايه؟ determine not determine، ها determine يعني يحدد place، المكان of its prey، الفريسة بتاعته، by ايه يا ميس؟ by the ability to sense، by ability to sense، بيحس body heat، body ايه؟ heat، body heat، يبقى بيحس بحرارة الجسم بتاعها، صح كده؟ produced by، produced by prey، من الحرارة اللي طالعة من الفريسة بسخونية في جسمها. زي ايه كده ولاد؟ عارفين الدج ليه ممكن يهجم على انسان وانسان تاني لأ؟ هقول لك انا، جسمك لما بتكون خايف بيفرز هرمون من جوه الجسم اسمه أدرينالين، هرمون الخوف، بيحصل ايه؟ يحصل ان 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 الكلب او الدوج بيقدر يشم ويستشعر بالهرمون ده فيك انت، لكن انا لو جنبك مش هشمه، لكن مين اللي يشم كده؟ البوبي، الدوج يعني، فيبدا يعرف انك خايف فيهجم عليك، عشان كده ما تبينش للبوبي او حاول تتظاهر بانك ايه؟ مش خايف، خلاص كده؟ نفس الكلام انت بقى، الجسم بتاع البري بيطلع سخونيه حراره، مين بيحس بيها؟ السنيك، ويبدأ يعمل ايه؟ ينقض عليها. طيب باي سبيشال بارت، سبيشال بارت، وفي ايه النهارده؟
special part in its face. جوه فين؟ في وشه. تمام كده؟ بتهيألي كده ان احنا قلنا كل حاجة عن السنيك. نبدأ بقى الجزء المهم جدا وده اللي معتمد عليه ليسون 3 وليسون 4. تمام؟ هتلاقينا هنشرحهم في ليسون 3 وفي ليسون 4. اوكي؟ الجزء ده. وهو عبارة عن ايه؟ نيرفس سيستم، الجهاز العصبي. اسمه ايه شباب؟ نيرفس سيستم. مش عاجبني كده، استنى اكتبها بطريقة تانية احلى. اهي نيرفس سيستم، نيرفس سيستم الجهاز العصبي. يبقى النيرفس سيستم يعني ايه؟ الجهاز العصبي. وطبعا ده ليه تركيب كبير مش علينا دلوقتي، لكن احنا هنقول هنقتصر على الحاجات اللي هو ايه مختارها لنا السنه دي. النيرفس سيستم بيتكون من ثلاث اجزاء. برين يعني المخ، تاني برين نمبر 2 سباينال كورد يعني النخاع الشوكي، سوري الحبل الشوكي اللي موجود جوه الايه جوه العمود الفقري اللي هو الباك بون. نمبر 3 نيرف، اسمها ايه؟ نيرف. تاني يبقى انا عندي النيرفس سيستم بيتكون من ايه؟ consists of 3 part: brain, spinal cord, nerve. brain, spinal cord, nerve. كمان مره brain, spinal cord, nerve. طبعا ده النيرفس سيستم بتاع المامز. ها تمام. طب تعالي بقى يا ميس كده حاجة بحاجة كده فهميني ايه اللي بيحصل في كل واحدة منهم وازاي هنربط الثلاث حاجات دول ببعض. في البداية كده بيقول لي بص يا ميس، انا عايزة ارسم رسمة يا رب بس وتكون مفهومة. اهي موجودة الحمد لله. بصي كده يا ميس، عايزة نقربها كده شوية. ده ظهر الانسان، شايفينه باينة في الرسمة؟ ده الظهر كده، ده البرين اهو، ده المخ. خلاص بص يا ميس، دي باك بون يعني العمود الفقري، شايفينه؟ ده الباك بون العمود الفقري. خلاص اهو. طيب في منه عظام بتبقى نازله لتحت اللي هي الاطراف السفليه وكده الاطراف العلويه. تمام، يبقى كل ده عظام. خلاص طيب جوه العظام دي او جوه الحاجات دي في حاجه ماشيه اسمها سباينال كورد. اسمها ايه؟ سباينال كورد، الحبل الشوكي. سباينال كورد تمام، حاجه سائله كده ليكويد ماشيه فيهم. طيب بيطلع من الـ من الـ من الباك بون ده حاجات كتير كده واصله لكل الجسم، اسمها نيرف، اعصاب. اسمها ايه؟ نيرف. يعني في ايدي في اعصاب، وفي دراعي في اعصاب، وفي رجلي في اعصاب، في كل حته في نيرف. خلاص طالعه من مين؟ من السباينال كورد. يبقى نقول تاني، يبقى انا عندي اول حاجه برين، وبعدين سباينال كورد اللي هو ماشي في الباك بون، وبعدين النيرف اللي هي الاعصاب. خلاص كده تمام، اللي هي زي الخلايا العصبيه صح. تمام بصي بقى يا ميس، في البدايه كده بيقول لي لو نفترض ان انا عندي نوز، ادي الانف بتاعتي اهي. خلاص دي نوز، وده اورجان ولا ايه؟ ده اورجان. حلو قوي. عنده حاجة اسمها sensor receptor. sensor receptor تاني عندها حاجة اسمها ايه؟ sensory receptor. تمام، ودي نوع من انواع النيرف، شكل من اشكال النيرف من الاعصاب. تمام كده. نقول تاني، يبقى انا اول حاجة عندي الاورجان العضو اللي هو مين؟ النوز. عنده sensor receptor النوز والايز، اي عضو منهم اي حاجه منهم والتانج كله، عندنا سنسور ايه؟ ريسبتور. ودي اسمها ايه؟ نيرف. اسمها ايه؟ نيرف. طيب النيرف دي او السنسور ريسبتور بتعمل ايه؟ بصي بقى يا ميس، اول حاجه ريسيفد بتستقبل، تاني ريسيفد بتستقبل، ريسيفد بتستقبل. ها بتستقبل ايه يا ميس؟ انفورميشن المعلومات from environment. environment بتستقبل المعلومات. تاني يبقى انا اول حاجه عندي الاورجان، جوه الاورجان في sensory receptor اللي هو نوع من انواع الايه؟ النيرف. تبدا النيرف دي received يعني تستقبل، بتستقبل ايه؟ تستقبل information معلومات من مين؟ من البيئه اللي حوالينا. شميت ريحه حاجه، إيه سمعت صوت حاجه، شفت حاجه مخيفه. خلاص كده تبدا بقى تعمل ايه؟ send message، تبدا تبعت مسج. ها لمين يا ميس؟ للبرين. تبعت المسج لمين؟ للبرين. تاني يا ميس اهو كده احنا بنبدا نشرح ايه علاقتهم كلهم ببعض. مره كمان
يبقى انا دلوقتي عندي، انا شفت صعبان، ادي عندي الايز بتاعتي اهي، شفت سنيك خلاص. طيب جوه عيني في حاجه اسمها ايه؟ سنسوري ها ريسبتور. تمام، حلوه قوي. السنسور ريسبتور دول بتعمل ايه؟ قال لي ريسيفد، مش انا مختلف اهي، ريسيفد بتستقبل اهي، ريسيفد بتستقبل ها انفورميشن، اخذت معلومات، اللي هي الايه المعلومات؟ انفورميشن، انا شفت ايه؟ حاجه بتتحرك طويله كده عجيبه، تقوم بعت رساله لمين؟ اهي سند مسج، هتبدا تبعت رساله، سند مسج، هتبعتها لمين؟ ها للبرين، اكسلنت للبرين اهي. طب ميس المسج اللي راحت للبرين دي مشيت من خلال مين؟ قال لي نيرف، مشيت في الاعصاب، نيرف، يبقى من خلال مين؟ النيرف، يبقى مش ماشيه في الهواء ولا في الميه، يبقى السنسوري ريسبتور اللي هي نوع من انواع النيرف برضو. بعتت ايه يا ميس؟ قال لي لا، هي استقبلت انفورميشن، راحت بعت رساله للبرين، راح البرين مترجم الكلام وبدا يبعت هو كمان سند مسج لمين؟ للأورجان اللي هيبدأ بقى، لجسمي، للجسم، أي حاجة، إن هو run away، يديله order run away from danger، إنه يهرب من مين؟ من الخطر، صح كده؟ يبقى بعت الرسالة دي لأورجان، لمسلز، للبورت أوف بادي، لأي كان. طب ميس الرسالة اللي جاية دي ماشية فين برضو؟ ماشية في النيرف، صح؟ طب ماشية في النيرف على شكل نجوم؟ لا، على شكل نقط؟ لا، امال الرساله بتمشي على شكل ايه؟ قال لي الكتريك امبلس، الكتريك امبلس، تاني الكتريك امبلس، تاني اسمها ايه؟ الكتريك امبلس، الكتريك امبلس يعني نبضات كهربيه، نبضات ايه؟ كهربيه. تمام، يبقى نقول بقى تاني، بص الحته دي برين اهو، حلوه قوي، send بيبعت، message بيبعت رسائل، تمام، through فين؟ في النيرف، يبقى بيبعتها فين؟ في النيرف، في الاعصاب اهي نيرف. as a form of، على شكل، as a form of، على شكل ها electric impulse، electric impulse يعني على شكل ايه؟ نبضات كهربية، على شكل نبضات ايه؟ كهربية، نبضات كهربية. تمام، حلوة قوي يا ميس. نيجي بقى ناخد كل عضو منهم او كل أورجان بيعمل ايه في حياتي عشان نبدأ نفهم، اهي هكتبها لك كأنها ساينتيفيك، ايه رأيك؟ تمام، خلاص كده؟ تمام، فبيقول لي ايه؟ write the scientific term، اهي write the scientific term، ماشي يا ميس انا معاكي. received اهي receive بتستقبل information، تمام، information from sensory receptor، sensory receptor يعني حاجة بتستقبل المعلومات من السنسوري ريسبتور اللي موجودة في الأورجان، يبقى دي مين؟ نيرف، صح؟ طيب ممكن أسأل سؤال برضو بشكل تاني، طيب نوع of nerve، نوع من النيرف found in، موجود أورجان of sense، موجود في اعضاء الايه؟ اللي هي الايه؟ الحواس يعني، السينس، الفايف سينس. مين التايب بتاعت النيرف اللي موجوده في الاورجان اوف سينس؟ ها مين؟ انهي نيرف؟ النيرف بتاعي اسمها سنسوري ريسبتور، اسمها ايه؟ سنسوري ها ريسبتور. كده فهمنا الفرق؟ تاني يا ميس معلش عشان ما نتلخبطش، ما بيقول لي ريسيفد انفورميشن، حاجه بتستقبل المعلومات من السنسوري ريسبتور اللي موجود في اي اورجان، موجود في التانج، موجود في الايز، موجود في الايرز، يبقى دي نيرف. طب نوع من النيرف موجود في الاورجان بتاعتي بتاعت السنس، سنسوري ريسبتور، اعتقد كده واضحه صح. تمام، نيجي بقى لمين؟ للسباينال كورد. كده اتفهمت ها؟ تمام،
طيب ممكن تكلمينا عن البرين الاول يا ميس؟ ناخد البرين. ماشي ناخد البرين الاول اهو. نتكلم عن البرين. مين كنترول سنتر اوف بادي؟ ايه ده بقى تاني يا ميس؟ معلش ايه اللي جاب الكنترول هنا؟ كنترول يعني التحكم، التحكم يعني هو مركز التحكم، سنتر كنترول اوف بادي. يبقى ده مين؟ برين. ده مين يا اولاد؟ البرين. تمام. وهو مسؤول على انه يعمل ايه؟ ياخد الانفورميشن ويعملها ايه؟ مسج. يبقى ياخد الانفورميشن يعملها مسج، ومن المسج يبعت مسج تانيه للاعضاء الاخرى، صح كده؟ يبقى ممكن نكتبها ازاي؟ بص اهي، اورجان هو عضو، ريسبونسابل فور مسؤول عن بروسينج عمليه انفورميشن ترانسليت تو ايت. وبعدين زين سند مسج، يبدا يبعت مسج تو سنسوري اورجان. مين اللي بيعمل كده دايما؟ كل ده اللي بيعمله مين؟ البرين. صعبه؟ يبقى هو مسؤول عن عمليه الانفورميشن، بيبدا يعمل لها ترانسميتد، يحولها ويرتبها، ويبدا يبعت لي المسج الملائمه ليا. يبقى ده مين؟ برين. اتفهمت كده يا اولاد؟ تمام. يبقى هو برضو عباره عن ايه؟ كنترول سنتر اوف بادي. تمام. فاضل لنا كده مين؟ يبقى انا كده شرحت اول حاجه اهم، الثلاث حاجات اهم. قلت ان النيرفس سيستم بيتكون من ثلاث حاجات، مين هما؟ برين ونيرف وسباينال كورد. عرفت ان البرين هو عباره عن ايه؟ البرين قال لي كنترول سنتر اوف بادي، كنترول سنتر اوف بادي. طب والنيرف؟ قلت انها ريسيفد، بتبدا تستقبل انفورميشن المعلومات، سند مسج تو برين، وتبدا تبعت مسج لمين؟ للبرين. وعرفت ان انا عندي نوع من انواع النيرف علينا اسمه سنسوري ريسبتور. تمام. تمام. طيب السباينال كورد بقى فايدته ايه؟ قال لي والسباينال كورد ده اللي موجود جوه العمود الفقري، جوه الباك بون، تبقى حاجه سائله ماشيه كده. قال لي يا ميس ده ايه؟ قال لي ده بقى كاري، كاري هكتب الاثنين كاري او كاريز عشان هو واحد بس، كاريز بيشيل. بيقول لي بقى ايه؟ كاري مسج، بيشيل المسج من البادي لمين؟ للبرين. وبعدين كاري مسج من البرين للبادي. ده مين؟ ده السباينال كورد. صعبه؟ عشان هتيجي في التوصيل يا اولاد في الجوين، نقولها كمان مره. بصي كده تاني يا ميس، يبقى السباينال كورد، خليك معايا قربنا نخلص خلاص يا اولاد. سباينال كورد بيعمل ايه يا ميس؟ كاريز، بيشيل او بيحمل اهي، كاريز مسج منين لفين؟ فروم بادي، ياخد رسائل من الجسم يوديها فين؟ تو برين. وبعدين ياخد رسائل تانية، كاريز مسج فروم ها برين، ياخدها من البرين لمين؟ تو اول بارتس اوف بادي، للبادي. صعبه؟ بتهيألي كده ان احنا لخصنا مين؟ النيرفس سيستم. نقوله تاني اخر حاجه بقى، خلاص اخر مره عشان نبقى كده ايه خلصناها. خلينا برضو تشوفها تاني اهي. يبقى السباينال كورد كاري مسج، بيشيل المسج من الجسم للبرين، او يشيل المسج من البرين للبادي. ها كده صعب؟ تمام. هنا اسئله تانيه كنت عايزه اقولها ولا حاجه؟ ماشي خلينا برضو. ماشي سنس اورجان، ماشي. طيب يبقى كده مع بعض كده هنلخصها تاني. ادي النيرفس سيستم اهو يا اولاد، نيرفس سيستم بيتكون من ثلاث حاجات، ادي 1 ها 2 كمان واحده 3. نقسمهم بقى عشان نشتغل مع بعض. ادي برين، وهنا نيرف، ودي سباينال ايه؟ كورد. لسه واخدينها سباينال كورد. طب ميس السباينال كورد بيعمل حاجتين، افتكرها هما كلمتين، يعملوا حاجتين، كاري بيشيل ها مسج
الرسائل منين لفين؟ from body، يجيب رسالة من أي حتة في جسم، من البادي to brain، وبعدين يرجع يوصل الرسالة تاني. carries message من البرين، يبقى ياخد الإجابة بقى بتاعتنا من البرين to ايه؟ to body. ها لحد كده صعب؟ لا. طب ومن البرين ده فايدته ايه يا ميس؟ قال لي center control، يبقى هو السنتر وهو الكنترول، بادي ماشي، يبقى هو مركز الجسم كله، تمام كده، وهو المسؤول عن ايه؟ ترانسميتد كل الانفورميشن اند سند مسج، ويبعت رسائل. طيب النيرف بقى، قال لي النيرف يا ميس مهمه جدا، في منها نوع، هي النيرف عامه في العموم ريسيفد، بتستقبل، ها ريسيفد انفورميشن، وبعدين سند message received information. خلاص طب ميس معلش كده، received information في نوع معين من النيرف نعرفه؟ قال لي اسمه sensory receptor، ده نوع معين من انواع النيرف بيعمل ايه؟ received information، بيستقبل الانفورميشن وبيبعتها فين؟ send message لمين؟ to brain، للمخ. خلاص كده، وبيبدأ طبعا المخ يرد علينا برسالة أخرى للأورجان اللي محتاج run away from danger. يبقى كده النيرفس سيستم حماني من الخطر ولا لأ؟ طبعا، يبقى help us from danger. help us from ايه؟ danger. لحد كده ولاد، في حاجة صعبة؟ كده خلصنا الدرس التاني، يبقى كده معانا lesson 1 lesson 2 lesson 3 lesson 4 في concept A 2 في unit 1، واتكلمنا عن كل حاجة. ميس فاضل lesson 5 كله exercise، هنحلوه مع بعض في الاكسرسايز بوك. اوكي تمام.